وبالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة طلاب الثانوية العامة هيمتحنوا مادة الكيمياء والجغرافيا للدور الثاني، كمان في 4 مباريات قوية في الجولة 33 من الدوري المصري، أخبار تانية كتير هنتابعها في التقرير اللي جاي. أحداث كتيرة متوقع حدوثها النهاردة، أبرزها انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الجامعات 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وهتستمر مرحلة تقليل الاغتراب لحد يوم الأربع 31/8 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت. كمان النهاردة طلاب الثانوية العامة في الدور الثاني للشعبة العلمية علوم ورياضيات هيمتحنوا مادة الكيمياء بإجمالي 26,895 طالب وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية هيمتحنوا مادة الجغرافيا بإجمالي 12,431 طالب وطالبة، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم والرياضيات هيمتحنوا مادة مقاييس المفاهيم. كمان النهاردة هيمتحن طلاب الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية طلاب القسم العلمي مواد التفاضل والتكامل والنحو، وهيمتحن طلاب القسم الأدبي مادة الإنجليزي. النهاردة بالليل هتستطلع دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام 1444 هجرية، وده من خلال لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 33 من المسابقة. فاركو هيواجه غزل المحلة الساعة 5:30، وفي نفس التوقيت هيواجه ام بي الاسماعيلي، والساعة 8 ايسترن كومباني هيواجه البنك الاهلي، وفي نفس التوقيت طلائع الجيش ضد فريق النادي الاهلي. لعشاء الدوري الانجليزي هيكون ميعادهم النهارده مع 7 مباريات قوية في اطار الجولة رقم 4 من عمر المسابقة، اهمها لقاء تشيلسي وليستر سيتي الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت ليفربول هيواجه بورتموث، ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.